فيديو لعملية انتحارية في جامع باكستاني. في 13 من شهر شباط هرب مسلحون من طالبان ومعهم أسلحة ومتفجرات، وها هم يقومون تفجير مسجد إسلامي شيعي في باكستان، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 22 وجرح أكثر من 60 شخص آخرين. ويظهر الفيديو لحظة وقوع الهجوم الإرهابي أثناء صلاة الظهر. لقد سطى الإرهابيون على سيارة وحشوها بالمتفجرات وشقوا طريقهم عبر الجدار إلى داخل الجامع. وتجدر الملاحظة أن عدد الشيعة في باكستان يبلغ 20%، مما يجعلهم في صفوف الأقليات الدينية. والله يا سادة، إن المسلمين إخوة، فلماذا كل هذا؟ Your smartest, most insightful comments can win you $100 only at tomonews.net.